والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين باقيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وشفيعنا ورحمتنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا خير من عطر الأرجاء تلبية حتى هوى من صداها الإفك والصنم، وخير من طاف حول البيت مبتهلا، وخير كف مضت للركن تستلم، صلى عليك إله الكون ما نبضت بك القلوب وما اشتاقت لك المقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الكرام، تقبل الله طاعاتكم، ثبت الله نياتكم. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. صلى الله عليه وسلم يخبرك بحقيقة هذه الدنيا، ويخبرك بوسائل النجاة التي فيها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح من هذه الخيمة التي هي الدنيا، التي قد جثت على الناس، يفتح منها فتحة تتصل بالسماء، فتحة العلم، أن تكون عالما أو أن تكون متعلما، بعدما تحدث عليه الصلاة والسلام عن ذكر الله وما والاه صلوات الله وسلامه عليه. النجاة بالعلم، وأفضل الطرق إلى الله العلم، أن تأتي إلى الله عن طريق العلم. لا، بل إن الذي يسلك مسلك العلم يحظى بكرامة عجيبة غريبة عظيمة كبيرة، ألا وهي صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة الكائنات. جميع الكون يصلي على من اتخذ طريق العلم سبيلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين، حتى النملة وحتى الحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. الإنسان الباقي على هذه الدنيا بضعة أيام، إن اختار في هذه الأيام التي تنقضي سريعا يطوى العمر طيا. الذي يختار طريق العلم فليفرح، لأن الكون كله يصلي عليه. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين وحتى النملة وحتى الحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحانه وتعالى الذي يسلك مسلك التعليم، الذي يخطو خطوات ثابتات نحو العلم، الذي يأتي بالقلب إلى الله، الذي يأتي بالجبين للسجود لرب العالمين. هذا العلم على مقام شريف ودرجة عالية في الدنيا والآخرة. أهل العلم مكرمون، أهل العلم على مقام عالي، أهل العلم فضلهم الله عز وجل. من هم؟ أولئك الذين يريدون بعلمهم وجه الله، أولئك الذين يريدون أن يصلوا بعلومهم إلى الله سبحانه وتعالى، أياً كان تخصصه، وأياً كان تخصص ونوع ذلك العلم. الذي يعلم إن كان غاية صاحبه الله جل جلاله، فسيصل، سيرفع درجات ودرجات. أهل العلم معظمون، أهل العلم مكرمون، أهل العلم تقيس الأمة بقياس احترام لعلمائهم. المعلم المعظم، العالم المعظم في أرضه، الذي ينصت إليه ويستمع إليه، ذلك مجتمع مفلح، وتلك حضارة ستسود. أما المعلم إذا لم يأخذ حقه، إذا بخس حق المعلم وإذا بخس حق العالم، ضاع المجتمع، انهار المجتمع. نعم والله، ينهار المجتمع حين يشار إلى العالم بالسخرية والاستهزاء، حين يطعن بالعلماء،
حين يقلد ويضحك على المعلمين سينهار المجتمع. لما كانت الأمة في أوج حضاراتها كان المعلم رقما عندهم. أبو معاوية الضرير رجل عالم، وحتى اسمه غير معروف جدا بين العلماء، لكنه عالم في زمانه. أبو معاوية الضرير زار هارون الرشيد، وأقام هارون الرشيد الذي كان يحكم بين المشرقين، ماذا صنع؟ صنع طعاما، وبعد الطعام جيء بالماء إلى أبي معاوية الضرير ليغسل يديه، فأخذ يغسل يديه بالماء، فقال هارون الرشيد لأبي معاوية: أتدري من يصب لك الماء؟ قال: من؟ قال: أنا. قال: أنت هارون الرشيد تصب لي الماء؟ قال: نعم، إجلالا للعلم، إجلالا للعلم. الإمام ابن الجوزي يقول: كان نظام الملك الوزير كان يجلس العلماء والفقهاء والصالحين في مجالسه ويزين بهم مجالسه، وكان يقول: هؤلاء هم أركان الإسلام، بهم جمال الدنيا والدين. يتكلم عن العلماء: بهم جمال الدنيا والدين. نظام الملك الوزير يقول: ولو وضعت كل واحد منهم على رأسي لاستقللت لهم ذلك. يعرفون قيمة العلماء، يعرفون قيمة العلماء. إمبراطور اليابان يوهارا إمبراطور اليابان سئل ذات يوم عن سر تقدم اليابان: اليابان البلد الآن في العالم يتمنى كل العالم اللحاق به، حتى الناس يسمون اليابان الكوكب الثاني، كأنه من كوكب آخر بعلومهم وتكنولوجيتهم وتطورهم. ما السر في ذلك؟ سئل يوهارا عن السر، إمبراطور اليابان. قيل له: ما السر في تقدم اليابان؟ فقال: ابتدأنا من حيث انتهى الآخرون، وتعلمنا من أخطائهم، فمنحنا المعلم راتب الوزير وحصانة الدبلوماسي. ابتدأنا من حيث انتهى الآخرون، نحن حين كانت المسلسلات والمسرحيات التي تذاع وتسخر من المعلم وتسخر من المدرسة، كانت اليابان تتقدم، كانت اليابان تحلق نحو السماء، وكنا نحن ننشغل الليالي تلو الليالي بالضحك على هذه البرامج التي تسخر من المعلم وتسخر من المدرسة، فتأخرنا وتقدم. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، واقع المرير. يقول: ابتدأنا من حيث انتهى الآخرون، وتعلمنا من أخطائهم، فمنحنا المعلم راتب الوزير وحصانة الدبلوماسي. في 2013 انتشرت صورة في اليابان وانتشرت في العالم، في اليابان حفل تخرج طبيعي، مو مثل حفلات تخرجنا، لا، حفل تخرج، الأساتذة قاعدين على الكراسي والطلاب قاعدين بالأرض، وقد وضعوا تحت أقدام كل معلم إناء فيه ماء، والطالب يغسل قدمين المعلم. ليست القصة والقضية متعلقة بهذه الصورة، بجزئية هذه الصورة، مسألة غسل الرجلين أو لا، مو هاي قضيتنا. قضية الفكرة العامة، الطلاب اقترحوا أن يعملون هذا الشيء إجلالا لعلمائهم، إجلالا لمدرسيهم ومعلميهم، وانتشرت الصورة في كل مكان، احترام المعلم بغض النظر عن غسل القدمين وجوازه وإلى آخره. نحن لا تنتبه لهذه التفصيلات، انتبه للفكرة العامة، فكرة طالب في يوم تخرجه يغسل قدمي معلمه، إنها العظمة. أنا لا أقول يا ينبغي لنا أن نقلد غيرنا، إنما نقول: هذا هو ديننا، ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم. يعني التلميذ بأول يوم لازم الأساتذة يستقبلونه أحسن استقبال، والطالب في أول يوم لازم التدريسيين يستقبلونه أحسن استقبال إذا كان يجي يطلب العلم. مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم، علموهم وأكرموهم. إن الله عز وجل وضع سرا في الذي يطلب العلم، جعله سببا لرزق أهله وعائلته. وقد تكون هذه من المعلومات غير المعروفة. طالب العلم اللي يريد رب العالمين، اللي يتعلم على مود رب العالمين، هذا الطالب يا كرام سبب لرزق أهله، سبب لرزق عائلته. قد هم اللي يصرفون عليه، مو هو اللي يصرف عليهم. إيه هو سبب الرزق؟ كيف ذلك؟ تعالوا سريعا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل قال: يا رسول الله، أنا أشتغل وأعمل، وأخوي عيجي عندك بالمسجد يتعلم. يعني كأنه عيشكينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك ترزق به. احفظوها، لعلك ترزق به. لما ترسل ابنك إلى المسجد، لما ترسل ابنك ليتعلم، لعلك ترزق به. كثير من الناس تغيرت حياتهم بسبب ابن من أبنائهم دخل في مجال العلم، في مجال طلب العلم.
العالم في الدنيا رفعة وفي الآخرة شفاعة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع الذي يوصلنا إلى حضرته سبحانه وتعالى. ختاما، إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين باقيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها، فالدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، هو الجود خامسها والفضل ساديها، العلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر